شو اللي تسوينه يا داني؟ ايش تقصد؟ قعدتك يم فيصل وحاطه ايدك على ايده ونظراتك له؟ هذا في غيبوبه. وخلي اطير بغيبوبه. لا هو اخوك، لا هو خطيبك، لا هو ريلك. نواف الله يخليك، انا مو فاضيه لهالكلام الحين، هو مريض ويحتاج اني انا اوقف يمه. انت مو طردتي من الشغل؟ مو قلتي ما ابي اشوفه ولا اسمع اسمه؟ اقول لك هذا مريض. مريض عنده هلا، عنده خطيبته. دانا حبيبتي، احنا عرسنا باكر، لازم تروحين تجهزين وتريحين. نواف أنا تعبت وأنا عانت نفسي. أنا دانا. لا دانا لا، روح البيت وارتاحي، الصباح رباح. نواف أنا تعبت وأنا أكذب عليك وأكذب على نفسي وأكذب على الناس. أنا آسفة، آسفة للمرة الثانية. كنت أتمنى أني إني أموت ولا ترجع اللحظة هذه مرة ثانية. لا أنا حبيبتي، لا تقولين شيء الحين، أنت تعبانة، روحي ارتاحي. أنا آسفة نواف. ما أقدر أتزوجك. تقدرين؟ تقدرين بس انت عندك اوهام براسك. دانا حبيبتي، ترى عرسنا باكر، لازم ترتاحي. انا احب فيصل. لا، انت تحبين نواف، تحبيني انا. فيصل هذا مجرد عرض، مرض وبروح مثل طارق الله يرحمه. نواف، انا قلبي مشغول بفيصل، انت مالك مكانه في قلبي.